السلام عليكم. زار وزير الأشغال العمومية برفقة وزير النقل، إذن زاروا صباحة اليوم مشروع توسعة نتاع مترو الجزائر في شطريه اتجاه مطار هواري بومدين، وكذلك الشطر اللي يتعلق بالتوسعة باتجاه براغي. و يعني حسب التصريح تاع الوزير الأشغال العمومية فإن الأشغال نتاع وضع الخرسانة يعني لابارتي جيني سيفيل قد انتهت، يعني تقرب يعني حوالي 95% اقترب من نهايتها. إذن والآن ندخل في المرحلة الثانية، وهي المرحلة الثانية تتكون من زوج يعني فروع، زوج عمليات. العملية الأولى هي عملية وضع لي ريفيتمون، تغليف نتاع الخرسانة على مستوى المحطات، يعني وضع يعني لي دال دو سول، لي ريفيتمون دو سول ولي ريفيتمون ميرو. إذا والعملية الثانية هي وضع لي زيكيبمون، تجهيزات نتاع لا نافيغاسيون، دونك نتاع لا نافيغاسيون نتاع المترو، يعني الأجهزة نتاع التحكم في المترو، وكذلك الأجهزة نتاع لي راي، يعني نتاع لو سيبور نتاع لي مترو. دونك هذا هما الزوج يعني عمليات اللي راهي يعني سوف تنطلق في القريب الآجل، يعني اون باراليل ينطلقوا في نفس الوقت، يعني عملية تجهيز لي غالري، خطوط نتاع التراموي نتاع المترو، وكذلك عملية وضع يعني الأغلفة لي ريفيتمون على مستوى المحطات، وكذلك في الأخير تجي عملية وضع التجهيزات نتاع الاستغلال نتاع لي بيرو التأثيث، ولا لي بيرو دو ريسبسيون نتاع لي بيتري، وكذلك حواجز تاع الدخول وخروج من المحطات. هذه تجي في المرحلة الأخيرة. إذا دخلنا يعني في المرحلة نتاع التجهيز بصفة عامة، إن شاء الله تكتمل هذه العمليات وتفتح الخطوط هذه، ونتفرغ إلى خطوط أخرى، ولماذا لا إلى مشاريع أخرى في مدن أخرى إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.